من فترة تعاون أهالي القاسمية مع عدة مبادرات لإعادة التدوير كون حل بيئي بجنبنا أزمة نفايات، ولأنه إعادة التدوير ما بتنجح إلا بفرز النفايات من المصدر، ولأنه لما نفرز كل بيت وكل كيس بيحرز، أطلقت بلدية برج رحال واللجنة الشعبية بالقاسمية بدعم من UNDP حملة تنرجع نفرز ونفرز صح. ليش عم نفرز؟ غير أنه الفرز مسؤولية بيئية تسمح لنا نعيد الحياة لمواد بيستغرق تحللها مئات أو حتى آلاف السنين، الفرز مسؤولية مجتمعية تسمح لنا نخفف من كمية النفايات اللي عم نقوم بطمرها من خلال إنجاح المبادرة التعاونية بين البلدية واللجنة الشعبية. أكيد الفرز من المصدر بيتطلب منا وقت وجهد قبل ما يتحول لعادة، بس لازم نتذكر أنه الكلفة الأكبر اللي مش ممكن نتحملها هي الفاتورة الصحية والبيئية للعجز عن التعامل مع أزمة النفايات، خصوصاً بالأزمة الاقتصادية الحالية. كيف منفرز صح؟ نفرز صح بس نفصل نفاياتنا بالبيت تحضيراً للتخلص منها بالمستوعبات الحمراء والخضراء. بالمستوعب الأحمر رح نرمي المواد القابلة للتدوير مثل الورق والكرتون، البلاستيك والنايلون، المعادن مثل التنك والألومنيوم وكل أنواع الزجاج، وزيوت الطبخ أو السيارات حتى نمنع التلوث الكبير اللي بتسببه ونسمح بإعادة تكريرها. بدل ما نكبها بالمصافي أو المجلة رح نحطها بمستوعب بلاستيكي منفصل كمان بالمستوعب الأحمر. ولأنه طمر البطاريات بيسبب تلوث كيمائي للمي والتربة، خصص نادي العدالة مستوعب لجمع البطاريات وغيرها من النفايات الإلكترونية. بالمستوعب الأخضر رح نتخلص من كل باقي النفايات العضوية مثل بقايا الطعام والمحارم والأشجار، والعوادم مثل الفرش والردم والأقمشة والحفاضات.